محمد، انا فاكر كويس جدا ان هو كان موقف ظريف قوي. كنا في رمضان وكنا لسه واصلين ايطاليا وبنستعد للتدريب الاول لينا في ايطاليا، وكنا كان الفطار في رمضان وكان ماتش ليفربول وريال مدريد وصلاح وقع. فهو مع لحظه الوقع انا كان لي تشخيص مبدئي، كل في الاوضه بصوا للعبد لله وايه كوبر راجل هادي، يعني مش شخص بيتوتر او بيظهر عصبيه، بس اكيد كان في ناس مهتمه تعرف الموضوع ماشي ازاي. انا ساعتها شخصت ان الموضوع في المفصل، هو مش مفصل الكتف، هو مفصل ما بين عظمة الترقوة وما بين عظمة لوح الكتف اللي هو احنا دايما بنشاور عليه هنا، وتمنيت ان ما يكونش لو سمح الله حصل شنخ او كسر في عظمة الترقوة، لان دي كانت معناها ان باي حال من الاحوال محمد مش هيلحقنا. انا دايما بقول يلحقنا واحنا اللي هو منتخب مصر. الحظ كويس جدا ان كان في اتفاق من شهر 4 مع روبن بونز اللي هو الفيزيوثيرابيست اخصائي العلاج الطبيعي بتاع ليفربول، ان هو هيبقى موجود معانا في كاس العالم. وكنا بنتكلم طول الفتره دي من 4 لحد يوم الماتش ده، احنا بنتكلم دوريا على الاقل مرتين في الاسبوع، وده كان بيحصل ما بيني وما بين احنا كان معانا مدرب لياقه او مدرب قوه بدنيه حاجه اسمها سترينث اند كونديشنينج SNC اسمه جون كايلي، ده راجل ايرلندي. بالمناسبه الراجل ده دلوقتي هو المسؤول عن اصابات العضله الخلفيه في نادي برشلونه. وكان معانا لوران بانوك، ده بروفيسور بتاع تغذيه بتاع نيوتريشن بتاع تغذيه رياضيين سبورتس نيوتريشن، كنت طلبت يجوا بدري وجم من معسكر سويسرا فكان التواصل اسهل. روبن علشان كان الاتفاق تم في شهر 4 بس قريب قرب من كاس العالم، فكنت بحاول يعني ايه اكلمه دورين عشان نبقى متفقين هنعمل ايه بالظبط. من شويه الخبره اللي عندي كنت شخصت الموضوع من الاشعه العاديه وبقى عندي معلومه كامله 100% ان محمد عنده اصابه من الدرجه الثانيه في الكتف في المفصل اللي قلت لك عليه، وان هو من اسبوعين لثلاث اسابيع وهيبقى متاح. احنا كان يوميها الديت على اول ماتش بالظبط 21 يوم. رتبت مع محمد ومع باشمهندس ايهاب الهيطه وقتها ورحنا لصلاح اسبانيا. اتفقنا الاول ان هو هيكمل في اسبانيا مع روبن وحطينا بروجرام وبعتناه ليه، وهو طبعا كان عنده حاجات هيعملها. ورحت لمحمد وفحصته وكشفت عليه بالسونار، والراجل كان بيبعت لي ديلي صور وفيديوهات للي بيتعمل، ولقيت ان الموضوع ماشي كويس واتفقنا هيجي امتى وهيلبس ايه، يعني اتفقنا على كل حاجه. من اول لما شفته بقى في اسبانيا كنت تقريبا خلاص قررت ان هو بنسبه كبيره مش هيلحقنا اول ماتش. ومستر كوبر سالني قبل ماتش اوروجواي قال انا عايزه ال 15 دقيقه الاعلام هيصورهم، عايزه يتمرنهم، عايز منتخب اوروجواي يوصل له ان محمد هيلعب. وفعلا انا فاكر اوروجواي بدات بكاسيرس اللي هو باك رايت لعب ناحيه الشمال عشان محمد، وقال لي هسيبه على الدكة، بس كنا متفقين تماما. حتى مستر كوبر كان راجل ذكي جدا ومهذب جدا جدا جدا، قال لي انا هطلع في الدكة صحفي اقول ان ده قرار بتاعنا مع الدكتور. قلت له طبعا مفيش مشكله خالص، يعني انت ما كنتش محتاج تستاذني في حاجه زي دي. قال لي لا عشان تبقى الامور واضحه من الاول. وكان حتى الكلام مع محمد ان شاء الله اجهز لماتش روسيا باذن الله تعالى. طبيا كان محمد يقدر يلعب تمام، بس هنحط في الاعتبار ان محمد كان بقاله فتره اسبوعين ما بيتمرنش. يونجن كلوب لما اتسأل قال هو ممكن يكون كان جاهز 95-96%. أي ما كانت النسبة إيه، هي من وجهة نظر 100%، من وجهة نظر 95%، من وجهة نظر كلوب 95%، بس هو في الآخر أنت في البطولات اللي زي دي أكيد اللعيب كان عايز يلعب من أول ماتش، وإحنا حاولنا نشتغل على قد ما نقدر في الوقت ده. وحقيقة مش هقدر أنكر إن روبن ساعدنا جدا، أنا مش فني بس أنا بالأرقام مايندد بالأرقام. فكان محمد متوسط الجري بتاعه في الموسم بتاعه مع ليفربول في الماتش كان قرب 9 كيلو. محمد عمل معانا في ماتش روسيا 10 كيلو و200 متر. فده معناه ان محمد جري وعمل المجهود البدني المطلوب. بس الناس طبعا ليها احكام وجمهور له حكمه، بس انا في الاخر مش هقدر اعمل غير شغلي كدكتور اللي انا اعرفه بس.